احنا ناشدنا هنا انا من خلال قناتكم، ناشدنا رئيس وزراء، ناشدنا محافظ، ناشدنا كلها. يعني تقول لهم نريد نوصل الى حل حاليا لنهاية العالم. احنا لحد الان ترى عندنا تظاهره، يوم الاثنين عندنا تظاهره، مستمرين بتظاهراتنا، مستمرين بظهورنا الاعلام ان شاء الله، وما راح نوقف. ونحب ننبههم انه البعض من عندهم اللي ساومونا والطلبوا من عندنا هواي اشياء، احنا حاليا ما نذكر شيء، ما ننزل للعمق وياهم. كل شخص ساومنا ولعب على حقوق هاي العالم فاحنا نحب نبلغه، احنا حاليا ما راح نذكر شيء خلال هاي الايام. بس الايام التجي اذا تم تهميش هذه الشريحه وما حصلوا حقوقها، لا احنا بعد ما عندنا شيء نخسره. الغايه من التهميش ست، يعني هي باعي كل درجات وظيفيه تجي، تدرين انت هاي النواب او الاعضاء او اي شخص مسؤول بالدوله، من يصعد اكو ناس واكو ناس محسوبه عليه. نعم. لازم دولة مطيهم هو وعود بأن يوصلهم إلى كذا تعيين. تدري هسه الورقة الوحيدة الرابحة بالعراق هي ورقة التعيينات. تمام؟ لأن أنت كقطاع خاص، قطاع الخاص حاليا أغلب العالم تنهزم من عنده ما عليها رقابة. نعم. يصير بيستغلال. فتوجهت العالم إلمن إلى التعيينات، فدا تستغل مع الأسف يعني هاي الناس الخريجة التعبانة تعبت على نفسها خلال هاي السنين كلها. ده ينظرها إلى نظرة مو حلوة، يعني كأصوات انتخابية وكمصالح شخصية.